بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نشرح واجهة الجيت هاب والأدوات الموجودة عندنا. أول إشي بدنا نتعلمه خلينا نفتح أي ملف، مثلا الورك دوت تكست. لو بدي أشوف الكود بدون الأسطر في عندك الرو، راح تعطيك كل إشي موجود عندك في الصفحة بدون أرقام. خلينا نعمل باك. طيب خلينا نشوف البلايم. هنا بوريك مين كتب كل سطر داخل هذا الملف. في أول سطر هو الكرييت بيج فيديو، صار قبل 8 أيام، والكوميت اسمها فيكس ميرج. هنحكي مثلا كرييت بيج لوجن، صار قبل 3 ساعات، واللي عمل هذا الكوميت هو محمد السيد. يعني إن شاء الله في المحاضرات القادمة لما علمك كيف تبني تيم، رح تقدر تدخل على كل ملف وتشوف الأشخاص اللي اشتغلوا على هذا الملف. هون أنا جبت لك مشروع آخر عشان أوريك الفكرة. طلع عندك هون كل سطر بوريك مين كتبه وشو الكومنت اللي صارت. هاي كل الأشخاص اللي اشتغلوا على هذا الملف. إن رجعنا على مشروعنا، في خاصية اسمها هيستوري. شو فكرتها؟ هي بتوريك الكومنتات اللي صارت على هذا الملف، يعني سمري بشكل كامل، ملخص سريع للكومنتات اللي صارت على هذا الملف. طبعا هتلاقي كل الكومنتات هي update work update work، هاي update work، واي كومنت كان من ضمنها بورك صار عليه تعديل. خلينا نرجع لورا، نرجع على project 1، بنرجع نفتح الورك دوت تكست. وهنا في عندنا خاصية اسمها open this file in github desktop. طبعا الجيت هاب في له أبليكيشن على الديسكتوب، وراح نشرحها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، وراح تنقسم على فيديوهين، فيديو للويندوز وفيديو للماك. راح ننزل الأبليكيشن الخاص بالديسكتوب على الويندوز وعلى الماك. حتكون في نهاية الدورة عشان تتعلم كل الأفكار. أي إشي راح أعلمك إياه على البراوزر، يعني هم سميه إحنا براوزر، يطبق على الديسكتوب. طب إيش في عندنا هون؟ هي كوبي. لو كبست عليها مباشرة رح ينسخ لك كل إشي موجود عندك داخل الملف. إديت علمتك إياه في المحاضرة السابقة، إنك تقدر تعدل على الملف بشكل كامل من البراوزر. خلينا نعمل باك لورا. وآخر إشي عندي إياه هو الديليت، إني بدي أمسح هاي الصفحة. أنا بحكي لك لازم تكتب كومنت، وديسكريبشن هو أوبشنال، بعدين تعمل كومنت تشينج. لكن إذا سوينا كانسل ما بدي أمسح. خلينا نرجع على المشروع من أول، هاي بروجكت 1. إيش يعني unwatch؟ ركبسنا عليها من هون all activity، معناتها أي إشي راح يصير داخل مشروعك أنت راح يجيك فيه notification. مثال، حدا عمل تعديل، راح يجيك إشعار إنه مثلا حدا عمل تعديل على مشروعك، أو مثلا حدا حذف إشي. يعني أي نشاط راح يصير داخل مشروعك أنت راح يجيك فيه إشعار. لو عملت ignore معناته شو ما يصير داخل مشروعك ما بدك يجي فيه إشعار. طب وين بتيجي الإشعارات هي؟ شايفين هاي هون الجرس؟ هاي بيجي عليها إشعارات. طب ما في عندي ولا أي إشعار. هنعمل هالسباك. شو يعني custom؟ custom أنت ممكن تحدد الإشعارات اللي بدك إياها. issues وهي حنشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. فكرة الإشيوز مثلا أنا شغال في تيم واكتشفت مشكلة في الكود، فبدي أحكي إنه أنا اكتشفت مشكلة في الكود معين، وهي شرح وهي توضيح كامل لهذه المشكلة. أو pull request، أي حد بدي يعمل merge مع كودي يجيني إشعار. release هي متعلقة في النسخ النهائية، مثلا خلينا نحكي أنا مثلا متابع flutter. flutter هو framework مختص إنه يطلع لك كل البلاتفورم، application لكل البلاتفورم مثلا أندرويد، iOS، ويب، ديسكتوب، كل أنواعه. فكل نسخة جديدة تطلع من الفلتر أنا بدي تجي نوتيفيكيشن، وممكن أعمل شو أسوي؟ أعمل هون تشيك على الريليس. هتقول لي شو فلتر يعني؟ كل فريمورك أو لغة برمجة كانت أوبن سورس، يعني كانت مفتوحة المصدر، راح يكون كودها موجود على الجيت هاب. خليني أوريك مثلا هاي فلتر طلع معي ووتش بشاهدة 3000. لو كبست أنا من هون، طب شو الديفولت هون؟ اي حدا يعمل لي منشن يجيني نوتيفيكيشن. لو حكيت له all activity شو ما يصير على مشروع فلتر مباشرة راح يجيني اشعارات. ignore بديش ولا اي اشعار. custom
وهي بنسويها مع بعض. هسه بدي احكي له اي ريليس جديده او اي نسخه جديده من الفلتر تيجي لي اشعار. خلينا نحكي عن السكيورتي اليرت، اي مشكله متعلقه في السكيورتي ممكن يجيك عليها اشعار. خلينا نعمل هسه ابلاي. هسه كل نسخه حتصير بفلتر جديده مباشره راح يجي لي اشعار عندي على حسابي. نرجع لمشروعنا ونيجي هسه للنقطه الثانيه وهي الفورك. الفورك راح نشرحها ان شاء الله بالتفصيل في محاضره كامله، لكن خلينا نحكي لك هسه ايش فكره الفورك. مثلا انا مش شغال بتيم فلتر، صح؟ يعني هذا فلتر انا مش شغال معه، فانا بدي اخذ الكود كله واعدل عليه، بعدين ممكن انا ابعث لهم طلب ميرج، وهي كثير بتصير عشان فلتر اوبن سورس، يعني المطورين هم اللي بيعدلوا عليه، هم اللي بيحسنوه. وطلع هون كم واحد عامل فورك؟ 22,000. شو راح اسوي هسه؟ راح اعمل فورك. بيحكي لي انت اللي بتعمل فورك لمحمد السيد، بحكي لك صح. اليوزر عندي اياه هو مهندس محمد السيد. اذا كان عندك اكثر من حساب تقدر تسوي تختار حساب بدك اياه، فبدي اختار انا المهندس محمد السيد. ايش اسم الروبستوري؟ دقيقه، انا هون بدي انشئ مشروع عندي داخل الجيت هاب الخاص فيه، بحكي لك صح. ممكن تتغير اسم المشروع، بس انا بدي اخليه فلتر. ديسكريبشن بحكي لك فلتر تعمل لك تطبيقات سهله وجميله موبايل وويب وديسكتوب، وهي كرييت فورك. وهسا راح يبلش ينسخ لي كل الكود الموجود عندي اياه بفلتر وضيف لي اياه على مشروع خاص فيه. شو بحكي لك هسا؟ المهندس محمد السيد انشأ مشروع اسمه فلتر، والكود كله من اجى من المشروع الخاص بفلتر، مش انا كاتبه. هسا اذا بدي اعدل على اي شيء بقدر اعدل، بقدر اسوي كل شيء بدي اياه. واذا حبيت اضيف شيء معين بفلتر راح اضيفه، بعدين ممكن اعمل لهم انا طلب تعديل هيكون باسمي. طبعا ان شاء الله راح نشرح فكره الفورك بالتفصيل في فيديو منفصل. خلينا اسوريك شغله سريعه. روح على المهندس محمد السيد، هاي صفحة البروفايل. كيف أفتحها مرة ثانية؟ بتروحوا من السهم وبتكبس على اليوزر نيم. خلينا نروح على الريبستوري. حكى لك إن أنت في عندك فلتر. دقيقة، بروجكت 1 إحنا أنشأناه مع بعض، فلتر هو فورك من مشروع فلتر، صح؟ الكود أخذناه من فلتر. فكرة الفورك بكل بساطة أي مشروع موجود على الجيت هاب ممكن تنسخه وتضيفه عندك على حسابك، بس لازم يكون بابليك مش برايفت. الروبستوري هي بتوريك كل المشاريع اللي انت انشاتها. هتلاقي في كثير مشاريع على حسابي بنشرحها احنا في القناه، بنخليها بابليك عشان الطلاب يستخدموها ويشوفوا الكود اللي احنا بانينه. طب ايش الاوفر فيو؟ الاوفر فيو بيعطيك اول ست مشاريع بابليك بتكون موجوده على الصفحه الرئيسيه. هل بقدر اسوي لها كاستمايز؟ بقول لك هاي كاستمايز يور بن، وبتختار انت المشاريع اللي بدك اياها. هي 3، هي 4، هي 5، هي 6، اقصى حد 6 مشاريع، لكن انت بتختار ايش اللي بدك اياه. بعدين بتعمل سيف بن، حتى ممكن تحركهم. طلع كيف ارفع هاي لفوق، مثلا اجيبها على اليسار زي ما بدي. البروجكت، البروجكت راح نشرحها ان شاء الله بمحاضره كامله، ما بتفيدنا هسه. الباكجز برضو هاي مستوى متقدم راح نشرحه ان شاء الله في اخر محاضراتنا في الجيت هاب. الستار وهي جدا مهمه بتفيدنا هسه. مثلا شايفين انا شو عامل؟ فلتر عامل لها ستار. الفكره من الستار بدل ما ادور زي هيك على فلتر جيت هاب، لا انا بكون عامل له ستار. كيف؟ شوف معي، هاي فلتر، وين الستار؟ هي كم واحد عامل لها ستار؟ 140,000. انا عامل لها ستار، اكبس، بطلت عامل لها ستار. لو رجعت على حسابي واعمل ريفرش بطلت موجوده. خليني اسوي لها ستار وارجع لحسابي واعمل ريفرش، هيها صارت عندي. فبدل ما اعمل انا سيرش، لا مباشره بوصل لها. اعطيك كمان مثال، افتح اي محاضره عندنا في القناه تحكي عن البرمجه وشوف الديسكريبشن، راح تلاقي في عندك السورس كود، وهو اصلا عباره عن مشروع في الجيت هاب. فبدل كل مره تفتح القناه وتنزل على الديسكريبشن، ممكن تعمل انت ستار لهذا المشروع ويصير موجود عندك في قائمه الستار.
فبصير توفير للوقت. خلينا نرجع هسه للروبستوري، بدي اروح على البروجكت 1. لو طلعنا هون على اليمين هتلاقي في شغله اسمها اباب، لو كبست على السيتنج هون الديسكريبشن بيحكي لك فيرست بروجكت ويب سايت. الفكره من الويب سايت، اذا مشروعك له ويب سايت فبتحط لينك المشروع هون. شو راح يفيد اي حد بده يدور على مشروعك؟ اذا حط لينك الموقع الخاص في التطبيق اللي قاعد تبنيه راح يوصل للكود بشكل سريع، اذا كان بابليك طبعا. التوبكس، وهي عباره عن تاجات وهي بتساعد للوصول للمشروع بشكل سريع. مثلا انا مشروع عباره عن تطبيق اب جيم اندرسكور جيم، ما بتقدر تعمل سبيس، يعني طلع معي مثلا هاي تيست سبيس، لا ما بزبط. فمثلا جيم فود هاي انتر، يعني انت بتحط التاجات اللي بدك اياها المناسبه مع مشروعك. هون بيحكي لك كم واحد عامل ستار لمشروعنا هو التست، كم واحد شاف هذا المشروع فيش غيري شافه، وفكرة الفور كونة كم واحد نسخ هذا المشروع وحطه عنده في الجيت هاب الخاص فيه. هون الريليس، شو هي الريليس اللي انت مطلعها، الباكج اللي مستخدمها. هنحكي هسه الريليس والباكج، هاي مستويات متقدمة، واللانجوج اللي انت مستخدمها. لو رجعنا على السيتنج حكالك تقدر تخفيهم، وهي سيف تشينج بطلوا موجودين، بس اللانجوج ظلت موجودة عشان يعرف الناس شو اللغة اللي انت مستخدمها اكثر اشي. بنا كانت افكارنا واضحة، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. يعطيكم العافية.